السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، كنتمنى تكونوا طونكيل كيف ديما في افضل الاحوال ديالكم. اليوم ريفيو جديد على التراك ديال المورفين يا واحد. شوف، من اروع التراكات ديال المورفين الدراري. بزاف الناس ما يمكن ما ردمش يردوش ليها البال او لا شي لعيبه بحال هكا، مي صراحه هنا شي عاود على شي لعيبات بحال على الباركور ديالو في الراب وداكشي. بلا ما طولوا عليكم الدراري، نمشيو نيشان لي بارول هما واجدين ونمشيو نسمعوا التراك ونسمعوا شنو تقال فيه. و باغ لا ميم اوكازيون ديال الحلقه هذه غادي نهضروا شويه ونرياكتيو على البلانات ديال، ماشي غادي نرياكتيو، غادي غير نقولوا وجهه النظر وصافي في جام شو ديال ليميسيون ديال دوزان. مع صحتي شان ريسكي نتفاهم باللا سلكي، مرحبا بكم في سيركي ملي نكمل سيركمي، العود اللي حقرتو بدا يعمي ديما طبيعي علمي، ما قادش ندير علمي كا تشتني بغير على بلادي المفبركة المخربقة، نورمال تكون موجودة تسميكا مي ديما مخيخة باقة شادة المسألة. هنا تيبدا التراك الدراري وتيهضر المورفين على الحياة ديالو، فهمتي، على راسو، تيهضر على راسو تيقول لك مع صحتي شان ريسكي. يمكن هنا بداك البلان لانه يمكن تيستعمل شي مخدرات او شي لعيبه وتيحس براسو شي مريسكي بالصحه ديالو، او لا تيقول لك مع صحتي تان ريسكي، فهمتي، هو صحتو شي ريسكي وبجوج. علاش كيقول لك تنتفاهم باللاسلكي؟ يعني بحال البلان اللي كندوي عليه قبل في واحد التراك تيقول لك نتفاهموا بالتيليباتي، فهمتي، يعني فيمكن في سومير مرحبا بكم في سيركي، يعني بحال شي انفيتي البوبليك، فهمتي، في داك الهبال ديالو او لا في التمرفين ديالو. ملي نكمل سيركمي، يعني ملي تمزك ليا وتسالي غتقدر تحس بواحد الادرينالين، فهمتي، سير تكيف لك شي كارو باش تقول اواه شنو هاد الشيء. العود اللي حقرتو بدا يعمي، وهنا جو بونس كي يعني يمكن على دوك الروابا اللي كانوا حاقرينو في الاول في البدايه ديال المشوار ديالو. تيقول لك ديما طبيعي علمي، يعني بحال تيقول لك انا تنجي ناتوريل، فهمتي، اون ميم طون تقدر تي رابي بالسيونس، بحال التراك اللي كنا شفنا قبل في الريفيو ديال قبل ديال الخبر الوراثي، طبيعي علمي، فهمتي، العلوم الطبيعيه، ما قادش ندير عين ميكا لانه تي رابي، فهمتي، باش ينتقد واحد الاوضاع هو ما قادرش يغمض عينيه على ديك الاوضاع. تتشدني الغيره على بلادي المفبركه المخربقه، فهمتي، وبزاف لي جون اولا الناس المغاربه كاملين تتشدهم الغيره على البلاد، حيت فهمتي العيشه فيها صعيبه وفهمتي مخردله شويه، فهمتي داكشي. كملوا جواب على السؤال ديالكم، الديسك مازال مساله المورفين فريستايل. هذا شي كمل تيقول نورمال تكون موجوده التسميكه، يعني بنادم بحال باش يبغي ينصي دوك الاوضاع ولا داك الواقع ديالو باش فاش كيعيش اللي يكون شويه صعيب، ولا ماشي شويه، هو واقع صعيب، تلتجأ لواحد النوع ديال فهمتي ديال المخدرات او شي ادمان باش انه يهرب من داك الواقع، فهمتي، الوغ كو هو غير كي يزيد الطينه بالله، فهمتي. يعني الجواب تيقول لك ما ديما المخيخه باقا شاده المساله، وهنا تيدوي على راسو، فهمتي، تيقول لك وغادي يجي لها فواحد السطر من بعد تيقول لك مي ديما المخيخه باقا شاده المساله، سي طادير انه فهمتي راه ما تيقول لك انني تنكمي او انه تيستعمل دي دروغ او لا تيدوزي في دي دروغ، ولكن عقلو فهمتي مازال ثابت عارف شنو تيدير. تيقول لك الجواب على السؤال ديالكم الديسك مازال مساله، جو بونس هنا تيهضر مع البوبليك او لا يمكن تيهضر مع لي رابور او لا شي بلان بحال هكا. المورفين فريستايل ماستر ديب، شكون هو ماستر ديب؟ ما عرفتوش. كملوا الدراري، البارشيه اللي جايه واعره بزاف. ورجوعا الى برنامج جام شو كونسيبت زوين، فهمتي، واخا هو منقول وبزاف اللعيبات منقول من شي سيري من شي ايميسيون اخرى في نتفليكس ديال داك الصاط الفرنساوي، المهم ما عليناش. انا كيف ما كنت قلت في الفيديو اللي فات، قلت انا حبذا لو ان داكشي جا من شي مبادره من الدراري، حيت ليميسيون هي وخمس روعه، ديكوراسيون لعيبات، ولكن كلشي مسكريبتي فيها، فهمتي، ما تتحسش بها طبيعيه. وكنت قلت لكم هاد اللعيبه من قبل، قلت لكم راه فيك داكشي، فهمتي. اول حاجه تسالت عليها وانا ما عارفش، فهمتي، انا كان شفت وبغيت نقول شنو بان ليا هادوك لي كونديدا، كيفاش
فين فهمتي فين بوستولاو ليكم نتوما؟ واش عندكم كنتو ملونسيين قبل شي بلاتفورم فهمتي، درتو شي برومو لهاد هاد ليميسيون قبل باش بنادم يوجد راسو ويصيفط لي دوموند ديال لا كانديداتور ديالو باش هو يتقبل؟ هاد 24 واحد اللي دوزتو منين جمعتهم؟ كيفاش شكون جابهم؟ فهمتي بزاف الاسئله، زائد ان الدريات كانوا ناقصين بزاف، فهمتي الدريات ناقصين بزاف. نورمالمون نتوما صيفطوا لكم فيديوهات ديالهم او اللي كنتو شفتوهم في انستغرام، واخا ما عرفتش كيفاش البروسيس هذا كامل داز وكيفاش الدراري نورمالمون فاش كان دار المبوق الكونسيبت ديال الكره، راه فهمتي راه كانوا بزاف دراري من انستغرام تيجيو. شو شحال ديال البشر كان تيجي يعني هادوك الناس كيفاش دازوا هاد لي زيليميناتوار باش نتوما اختاريتو غير هادوك الدراري 24؟ رجوعا الى البرنامج، البلان زوين كان كيبان ليا ديزيدروس امبليكي فهمتي، عاجبو البلان ديال لي ميسيون كدا، واخا هي مفبركه ولكن فهمتي ماشي مشكل. طوطو بلا ما نهضرو، طوطو ناضي فهمتي، هما هذوك لي دو بيرسون فهمتي الصراحه، هما اللي باينين دابا، هما اللي باينين في احسن وحدين زعما يقدروا يديروا ايميسيون فهمتي. ولكن تمنينا ان داكشي لو كان غير في يوتيوب او لا غير كان تكلف به غير شي فهمتي، تكلف به طوطو او لا تكلفوا به بجوج وداروا شي برود دي شي فهمتي شي ايميسيون ديالهم. رجوعا الى الدراري لي كونديدا، المهم انا شفت داك البرايم الاول البنادم تيقول لك لا صات ولد البرنوصي وصات كذا، النيفو ديجا ديال الدراري ما كانش شي فهمتي ماشي شي حاجه يعني، بحال داكشي اللي كنا كنسمعوا في 2019 18 17 باقي كيتعاود. هذه الملاحظه ديالي. قالوا لك واحد الكونديدا من مدينه تيزنيت تمزكت ليه، عنده بريزونس عنده اللعيبات، ولكن جاني في واحد فاش يلاه بدا جاني بحال كيشبه داك واحد الفلو طلقوا بحال ديال بحال تشبه ليا مع يوسف 45 هذاك الديسك ديال سيكس فراند اللي كان كلاشا فيه تيفلو، ما عرفتش انا صونات ليا في ودنيا في حال هكاك. مي خونا في الدريل ناضي فهمتي، مازال الدراري كاملين اللي دازوا في الاول، مول نونوس حتى هو زوين فهمتيني. الساط هذاك اللي كانوا تيقولوا ولد البرنوسي، ولد البرنوسي واخا هو عنده شي حاجه بقى قديمه شويه، خصو يمكن مع هرب عليه البلان يمكن يقدر يرجع من بعد. المهم بالنسبه للدريات، الدريات يلا كنت تفرجنيت في واحد ليبيزود ديال سهيل فيتنس، راه سولت كينتقد البلان ديال الدريات فهمتي، هو ذكر هذاك البلان ديال بوبليك ديال بوبليك توكسيك واللعيبات، ولكن انا كنبان لي بلان اخر ان الدريات خصك صحة الرجال باش طلعتو بقال فهمتي يعني، راه كانوا الدراري كاملين خلاوها في لي كومونتير، عرفتي بعدا اي واحد دير رياكشن كتلقى شي دراري من المورفين مخلي شي كومونتير على شي لعيبه، راه بزاف راه مايمكنش. المهم نرجعو للدريات، الليفل ديال الدريات سيرتو ديك الدريه اللي دازت في الاول بغات دير فيها الهارد روك مع فهمتي الميتال، بغات تخلط الروك بلوز ما فهمتش بغات دير هاديك الساطا داك السيل فهمتي، راه قالها لها ديجا طوطو قالها لها في ليميسيون. المهم الساطا الاخرى حتى هي المهم داكشي ناقص الدراري الصراحه فهمتي، الدريات ما غيقدروش ماشي ما غيقدروش، خصهم يغنيو على شي حاجه كيف ما قال الاخر كتخصهم هما فهمتي. اما الا بقاو بغاو يتشبهوا بالدراري وبغاو فهمتي يبقاو ديك البلان ديال ما فهمتش يغنيو على الزنقه او لا يغنيو ما يمكنش فهمتي، داكشي راه 90% ديال البوبليك راه دراري فهمتي، يعني صعيب تبيرسنتيه واحد 90% ديال البوبليك بواحد لي زيده ديال الدريات اللي اصلا دابا الدراري فهمتي ولاو فهمتي عايقين ديال بصح. ما يمكنش ديك الساعه كانوا تيقولوا نشجعوا الدريات نشجعوا الطن، دابا ما بقاتش داكشي، دابا ولات المنافسه يا عندك يا ما عندكش. المهم كنتمنى نشوفوا شي بروغريسيون في الحلقات الجايه فهمتي، وشي وحدين غير كانوا دوزوهم بحال بغاو يديروا معاهم مزيان واحد الوقيته ما ولاوش دايرين معاهم مزيان، المهم داكشي تزعلك واحد الوقيته. المهم هادشي اللي بان ليا، باقي ما شفتش لي زيبيزود الاخرين، ما هي داكشي مسكريبتي بزاف الدراري كتحس بيه فهمتيني، ما بحال شي ستوديو دو زام ولا شي لعيبه فحال هكا. رجعوا الدراري رجوعا. اكون مطاطا باش تشعل من المورفين يا لوح درهم كرافاطا، يا صباطا حزم الصباطا ضرب كيطما، انجري وشويه الضرب والقسمه راسي ما تيدور شكون ديا، عندي غير باب واحد الله يسدو عليا النور ما بقاش لي لوين داروا بابا المورفين عاونات ولاش معيش هنا تيدوي تيقول لك هاكونا مطاطا باش تعلم المورفين يا لوح درهم كرافاطا.
وهاد هاكونا ماتاتا هو البلانيه ديك لا شونسون اللي كاينه في ذا لاين كينغ. الدراري هي ملي قلبتش عليها لقيتها تعني يعني سون بروبليم بهذيك اللغه ديال السواحيليه اللي كيدوبها اللي كيدوبها في افريقيا الشرقيه في جهه الصومال كينيا يمكن الكونغو اوغندا فهمتيني، لغه رسميه ديالهم فهمتي، هي اللغه الاكثر بحال اكثر استعمالا في افريقيا. مهم باش تعلم، وهو لا شونسون راه كنغنى الدراري في الا كنتو شفتو داك تيمون وبومبا الدراري اللي كان اللي متبعين لاين كيقول شافوه شحال هادي، باش تعلم مورفينيا لوح درهم كرافاطة. شوف شنو قال لك، باش تعلم المورفينيا فهمتي، باش تطيح يعني باش تعلم الطريقة هادي ديال الليريكس او ديال كيفاش تحط هاد السطورة او هاد الهرب هادي، تقول لك لوح درهم كرافاطة وكتعرفوا فهمتي. درهم كرافات راه قديم بالنسبه للناس اللي كانوا دوزوا لي سال دي جو شحال هادي، مع كانوا كيدقوا شي وحدين الربعوات وكانوا كيلوحوهم في الفيديو فهمتي. ناضوا واحد الوحدين اختاروا واحد الماكينه، ماشي اختاروا، جابوا واحد الماكينه اخرى كدوز غير درهم كرافات. يعني ملي كنتي كتمشي لاصال كتدخل عند مول بيار كتعطيه مثلا 10 دراهم باش انت تلعب في الفيديوهات، كيصرف لك ديك 10 دراهم كامله كرافات. الا ما عندكش هذيك الدرهم كرافات ما كدوش لك الدرهم العادي. الدرهم كرافاطه كان مصور فيها الحسن الثاني وعنده هذا كان لوكو ديالو نازل بحال هكا، وفيه واحد الكرافاطه كتبان لك بحال ما كاملاش هي، كنا تنقولوا لها درهم كرافاطه. بالنسبه للدراري القدام راه يعقلوا عليها. نكملوا، تيقول لك هاي الصباطه حزم الصباطه ضرب كيطمه، يعني بحال وجد راسك ديما هو تيقول لك وجد راسك، تيقول لك عاد نجدفوا في الكاياك فهمتي، عاد نزلوا في الكاسكاد، ديما هو تيقول لك وجد راسك لشي هربه فهمتيني. غنجريو شويه فهمتي، ضربوا القسمه. وهنا يمكن تيقصد بها البلان ديال الماط، انه فهمتي دوي في الماط او لا شي بلان بحال هكا، او تيقصد بها عشان يضربوا القسمه فهمتي، انك تضرب وتتقسم بنادم راسي ما تيدورش كوديا. وهذه هذا كان هذا واحد المثال شعبي فهمتي، تيقول لك الراس اللي ما تيدورش كوديا، هذا راه عنده جوج المعاني فهمتي. هو اصلا ذاك المثال تقدر تفهمه بجوج، الراس اللي ما تيدورش كوديا كانوا واحد المثال متداول بين صحاب الناس اللي تيضربوا الشقوفه فهمتيني. تيقول لك الراس اللي ما تيدورش كوديا، زعما بنادم اللي ما كيتشكيفش وكيتبوق وراسو تيدور، تيقول لك راه راسو كوديا فهمتي، يعني بحال شي مكلخ ولا شي ماشي مكلخ، زعما بحال انسان راسو قاصح فهمتي. وهنا المورفين تيقول لك راسي ما تيدورش كوديا، البلان اللي قصد بها هو انه يعني يمكن بقى واخا كيضرب الدوزا او لا شي لعيبه تيبقى ستابل، هو السطر اللي كان دوي عليه في الاول فهمتي. اولا تيقول لك الراس اللي ما تيدورش كوديا، او ثاني اللي ما تيفكرش فهمتي، كتقول شي واحد راسه محجر، هو قال لك انه واخا تيضرب يمكن الدوزا راسه تيبقى كوديا. عندي غير باب واحد الله يسدو عليا، النور ما بقاش. هذا البلان هذا ديال عندي غير باب واحد الله يسدو عليا، شبونس راه عنده شي علاقه مع التراك ديال البانيا، حيت تيقول لهم عندنا غير باب واحد في المركز. راه كنت قلت لكم في ذاك الفيديو اللي فات ما عرفتش واش تكون عندها علاقه، حيت هو راه شوف راه كتقدر تلقاه دو على شي لعيبه فهمتي في شي تراك، كتلقى تراكات جداد فيهم هذيك اللعيبه اللي كان راه خونا راه ما يمكنش فهمتي. ما عرفتش انا واش شي كودات ديال دافينشي تيكتب بيهم، والله ما عرفت، راه قال لهم فواحد السطر. ليلوين داروا بابا المورفين عاوناتو لهاش، يعني المورفين ماشي عول على شي واحد باش انه يوصل فهمتي، بحال ليلوين اللي عاونوا بابا باش يوصل، المورفين عاوناتو غير لهاش فهمتي. كان يمكن تيتشكيف كيبدا يفكر في دوك اللعيبات كي صافي كيحط شي حاجة الهربة. ما يمكنش الدراري هادي راه جاية ديجا بواحد القافية ديال الكودية عليا برية قرفية فيا فهمتي، غدب فيا هادي. تيقول لك نكمل بوفريا بلا ما تصيفط لوبريا في الراب دي زوبري وقناع الزرقاء والقافية، المغربي انا بلا ما تشوف فيا الراب يا بيتيك هشام عنده الحق، قالوا لي بيضيتي الحق بالموجة الحق، شعلتي المورفين خطفك سرع جيب المصرفيقات شفك كلامي في الزقك الموسيقى تشحك، عيط لك السال في حمام الشك كانت وحشك وبوطوا دوماج ما عنديش هادي دابا جاي ناري 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 ريم كيدير الدراري هربان نسيك في الريمة وعاود يجيبها لي شي جن تيقول لك معيش البوفري، يعني تيدوي على راسو انه واقيلا تيدوي على راسو هنايا كيفاش كان او لا كيفاش معيشة ديال البوفري ديال الانسان فهمتي، ما عندوش بلا ما تصيفط لوبريا فهمتي، بلا ما تفكروا ديك اللعبة في الراب او بلا ما تدق عليه او لا شي بلان.
في الراب دي زوفريي وقفنا في الراب زعما فهمتي بحال دي زوفريي وقفنا على الزرقاء والقرفية فهمتي بحال وقفنا حتى حنا على الراب شي وقيته بغينا منه الفلوس واقع جو بونس. غير مغربي انا هو نتيجة رجعت قلت بحال هادشي كتقول غير مغربي انا بلا ما تشوف هذيك اللعبة بلا ما تستغرب راه غير مغربي انا. الراب ديابيتيك هشام عنده الحق، شي واحد يمكن عشيرو كان قال لي هاد اللعيبة قال لي الراب بحال ولا ديابيتي بحال الراب مريض فهمتي، قالوا لي بياضيتي الحق بالموجة الحق، وهو قالوا للمورفين راك بياضيتي يمكن واش ما كيخرجش بزاف او لا سد على راسه بزاف او لا غبر بزاف انت فهمتي، حيت نورمالمون شي انسان ماشي يبقى في الدار شي بياض فهمتي يعني شي حاجه معروفه فهمتي ما كيبقاش يشوف الشمس صافي كتولي بيض. هنا تيقول لك قالوا لي بياضيتي الحق بالموجه الحق يعني فهمتي سربي التحق بالموجه ديال الراب او لا شي بلان، شعلتي المورفين اختطفك سرع جيب المصرفقات في كل شيء فهمتي. رب العالمين الكلام يفزقك الموسيقى تحك. انا بحال فهمتي شبال شي سان ديال الحمام راه غير رجع له وغيقول عيط لي كسال في الحمام انت يعني بنادم انت عيط لي كسال في الحمام بشك يقول لك كنت وحشك وبوس توا دوماج ما عنديش الفرماج فهمتي ديك اللعبه بلا بغيتي تتعاشر معايا او لا شي بلان ديك اللعبه ما غاديش نعطيك ما عنديش زعما ديك اللعبه الفرماج غير دماغي وفوق الفورماج يعني هو بحال تيكسب غير العقل ديالو والافكار ديالو ولا بونسي ديالو وداك ستاتيو ديالو في الراب تيحس براسو بحال فوق راسو تاج تاج ديال الكينغ ديال الراب فهمتي تعرف شو مليري على ميتافور كي دايره يا صاحبي غير بدماغي وفوق الفورماج فهمتي مليري يا صاحبي. جيتي جيتي جلس نديرو لك الفورماطاج وهنا شي انفيتي بنادم فهمتي البوبليك ما حدك جيتي جيتي جلس نفورماطيو فهمتي. ناري هادي واعره ماج غير بدماغي وفوق الفورماتاج جيتي جيتي جلس نديرو لك الفورماطاج الحر ما بغاش الحمارة بدل زجرات الربت اوربانيزا حيد عبايات لاصاب سمع شلابي مبقاوش الفرصات الراب هذا شوف مع القدم الذهبي وتمرغ في البارسا اكون ولا اكون واخا بسرعة الحالة زوم جيكم لها لكون انا قلت هادي هنا تيدويش يقول لك الحر ما بغاش الحمارة بالدبزة جرات وهو داك المثال ديال الحر بالغمزة والعبد بالدبزة فهمتي او الحمار بالدبزة تيقول لك هو شنو قال الحر ما بغاش فهمتي واخا غمزوه ديك اللعبة بحال بغاو يتآمر على بنادم او يقول ليه شي هضرة باغي يسمعها واللعيبات تيقول لك الحمار بالدبزة جرات فهمتي داك اللي ما عاقش عطاوه هو يجري ناري 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 على بلا الحر ما بغاش الحمارة بالدبزة جرات يعني الحر بحال ما تسوقش لديك الغمزة والحمارة بالدبزة جرات يعني ملي العبد مشى ضرب وشي دار الدراري واش قولوا لي واش فهمتوا حتى نتوما نفس اللعيبه ولا فهمت شي لعيبه اخرى الدراري راه هذا داك المثال المغربي يا صاحبي ترى شوف راه مثال بالشقلوب ترى ما يمكنش تيقول لك الراب اوربانيزا حيدو عبايه الارصاد فهمتي بحال الراب ديك اللعبه ولا فهمتي ولا معروف وفهمتي اوربانيزا فهمتي بحال ولا السيل ديك اللعبه ديال ستريش فهمتي حيدوا عباية الأرصاد ديك الأرصاد هما مجموعة الأرصاد واحد المجموعة كانت بحال مجموعة ديال الناس الغيوان وداكشي كانوا كيغنيو دوك الأغاني الشعبية المغربية فهمتي بحال هذاك ما تبقاوش بداك الراب ديال الشعبية هادشي اللي بغا يقول لهم سمع شلبي ما بقاوش الفرصات هو دار تراك ديال شلبي اللي كان ريفيرونس داك الممثل المصري فاش قال لي قرفادة ديال يونس شلبي شبه شي رابور ولا شي لعيبه كيشبه ليونس الشلبي ولا شي لعيبه تيقول لك سمع شلبي ما بقاوش الفرصات فهمتي الراب هذا شوف مع القدم الذهبي وتمرغ في البارسا ناري ناري اكون او لا اكون هذه راه اللعيبه ديال شيكسبير اكون او لا اكون واخا بسرعه الحلزون جايكم الهلاكون فهمتي واخا داك الشيء معطل الدراري راه شوف راه ديرنيرمون قلت لكم راه بزاف راه الدوله غادا وكتمرفن قسما بالله فيكم اينابط هاد الفريستايل اللي هابط من المغرب ماشي العراق اش داك تفرق طنجة على جبل طارق هيراقل قال لك ما المغربية شي ولي غيزاقل الريما باناشي سواك دميلو الحباشي رجلو الماقن شدو العطال جاي ميكس تيب توتال كيما تيقول قوري طوطار الفوضى انت تغرق قربتي الفوندو تفوندو ديال بصح جرين دايزر وياك نشي هادي اللعيبة بزاف
تيقول لك المخير فيكم انابت، فهمتي؟ انابت هي شي واحد انكابابل اللي بغيتي تقول بحال هاد اللعيبه، او لا ما عندوش قدره باش يحط بحال هاد اللعيبه. تيقول لك هذا الفري ستايل اللي هابط من المغرب ماشي العراق، فهمتي؟ لان جو بونس العراق كانت مشهوره بالمكتبات وبالعلوم، بابل ديك الوقيته، فهمتي؟ تيقول لك هذا الفري ستايل راه انت واخا كتشوف فيه هاد الهربه هادي ديال الكتابه فهمتي بحال هاد انا كيجيني، فهمتي خونا؟ المهم بلا ما نبقاو نتعمقوا بزاف، بحال انا من المغرب ماشي العراق، فهمتيني؟ اش داك تفرق طنجة على جبل طارق هرقل، ماشي دوا على يعني دوا مع هرقل، فهمتي؟ لكن واحد المغاره ديال مغارات هرقل، هرقل راه يمكن هو هيركول، فهمتيني؟ تيقول اش داك تفرق طنجة على تفرق جبل طارق هرقل، فهمتي؟ اش داك تفرق طنجة على جبل طارق هرقل، كاع اللي كمال المغربيه تيولي غيزاقل. وهنا تيعطي عاوتاني ريفيرونس للزطله، فهمتي؟ من بنادم اللي تيوي كمية الحشيش المغربي راه فهمتي تيولي بعض المرات، حيت راه الحشيش مع الوقت الدراري راه كيدير بسيكوز، فهمتي؟ راه تيخرد العباد الله، وكل واحد على حسب لي جين ديالو، فهمتي؟ الا كانوا لي جين ديالك نتايا فهمتي سوسيبتيبل باش انك تجيك بسيكوز، راه علاش كتشوفوا شي دراري دراري كيتخردلو بالحشيش اولا بالمعجون، فهمتي؟ حيت تيكون عندهم حساسيه من الكنابيس، داكشي جيني، فهمتي؟ تقدر نقدر انا نسيبورتي، ولكن يقدر واحد ما يسيبورتيش، فهمتي؟ دماغو تيتلحس بالحشيش، وراه تكونوا لاحظتوا بزاف اللعيبات بحال هكا. ريما باناشي، فهمتي؟ لا ريم بحال دابا اللي كيشفنا راه زاقل العطا طوطا، فهمتي؟ سواق ميلود الحبشي، راه كتعرفوا الدراري داك الكاتب المسرحي، جو بونس راه هو كاتب مسرحي ميلود الحبشي وممثل مغربي، فهمتي؟ تيشبه راسو بداك السواق ديالو، زعما علاش شو السواق ديال الاخر، فهمتي؟ حتى راه ما مسوقش اصاحبي. ريقلو الماك نشدو العطال، انا تيدوي مع البوبليك ديالو، فهمتي؟ جايه الميكس تايب طوطال كيما تيقول الكاوري طوطال، فهمتي؟ يعني الميكس تايب هادي ديال طوطال كان تيقول لي راه جايه، فهمتي؟ طوطال زعما قارئ عاجلا ام اجلا. يقول لك الفوضى ها انت تغرق قربتي للفوندو، قوة الفوضى انت غادي تغرق قربتي للفوندو، تفوندو ديال بصح. شنو هي تفوندو؟ زعما غتفوندي ديال بصح جرين دايزر، شبه راسو هنا بجرين دايزر، واخا هاد السطر هذا شويه فلو، وياك نشهيك في الزطله الجرين تايدر، واخا هو هادشي اللي قلت لكم دابا عندكم الدراري راه الجرين تايدر، فهمتي؟ والله حتى تلقى راه عاد اش بقى عليهم، اش بقى عاطيها للزطله شويه غادي تسمع هذيك لا للمخدرات، نعم للدوايات، نعم للدوايات، جمع راسك اصاحبي. يقول لك انا ضارب بيلانتي ضرب في عيني الليزر، ناري ناري ناري، بحال في الراب باغي تيري شي بيلانتي، وكاينين المشوشين يمكن نقصد بهم العديان ديالو في الراب، رواب الاخرين اللي كانوا معاه في ديك الوقيته، راه هو راه عنده شي فهمتي، عنده شي اعداء معروفين بحال موتشو سيسيمو بيك كاليبر، كانوا ما كان كي كانوا كيبانوا ليه، فهمتي؟ كيف ما تيبانوا لينا حنا. المهم اسمحوا لينا الدراري نكملوا. باي ذا واي الاخوان، واحد الملاحظه، هذا الراي اللي تنقول انا في الفيديو، اي لعيبه تنقولها في الفيديو راه راي شخصي، فهمتي؟ ماشي ضروري انا تنقول لك تبعني او لا شي حاجه، خذ مزيان في الفيديو شد الصون، ضحك مع راساتك، اللي ما عجباتكش لوحه خوي راسك اصاحبي، فهمتي؟ ما تبقاش تعمر راسك بشي هضره تيقولها بنادم، ولا تسمعني انا تنخرشش ولا تنقول شي هضره صافي، جيتي تفرج انت، الهدف ديالك انك تسمع الريفيو، ضحك شويه فهمتيني، ديكورتي كي دوك الصوره واللعيبات تفهم شنو تقال، كانت شي معلومه راه خديتيها ما كانتش، الله يسهل صافي، هادشي اللي كاين صافي، حنا راه شادين الصون مع فهمتي مع البوبليك، هادشي اللي كاين راه بحال الخوت، فهمتي؟ راه ماشي، المهم ما تستريسي وما حتى شي حاجه. الزطلة الكريم تيضر، انا ضرب بينالتي ضرب في عيني الليزر، ما بياش المغرب بيا الكوبا ديال موندو، كوبا ديال موندو اي كي اي بالموندو، المنخر نهرسو، تيقول لك اي كي اي بالموندو، بالموندو هو داك جون بول بالموندو الدراري، واحد لاكتور راه عنده واحد لاسين في واحد لو فيلم سميتو لو بروفيسيونيل، بالموندو راه غيضرب واحد خونا غيهرس ليه نيفو. والله يجي شوف ترى كيجبد دي ريفيرونس هربان، يعني ديال شي افلام الصعب، يا ما تميل شي فيزيون، فهمتي؟ بنادم اللي كان عنده داك تي بي اس، يا ما داك ايكو ستار، فهمتي؟ فاش دخلات دخل البلان ديال النيميريك ولا غير بارفو، كيجبد شي افلام من هذاك الوقت بحال هاد بيلموندو، هذا راه غتكون سيرمون شي فيلم شي شان فرونسيز، فهمتي؟ وكاع لي لابس بوندو قريب نعرسو،
تيقول لك ما بياش ديجا، ما بياش المغرب بيا الكوبا ديال الموندو، فهمتي؟ بحالة انا ما بحال باغي نربح شي حاجه كبيره في الراب، كبر من هذا الشيء اللي كاين هنا. وكاع اللي لابس بوندو قريب نعرسو هنا، يمكن تيدق على شي واحد البوندو، راه هو البوندو اللي تيتضرب بحال هكا، اولا بارفو تيديرو كويريا ولا شي حاجه. واقيلا الا كان تيقصد هذا البوندو هذا، راه تيقول لي قريب نعرسو. علاش غايقول لي قريب نعرسو والبوندو؟ فهمتي؟ يعني انا وشبهو بشي، فهمتي، بشي انثى، ولا شبهو بشي دريه، فهمتي؟ يعني تيقول لي قريب نعرسو، يعني قريب نعرسو هو قريب نتلاشيك اولا قريب نبيفيك، ماشي داك داك الشيء ديال الفهم. المهم الدراري، كان هذا هو الريفيو وصافي، هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجة اخرى حتى الفيديو الجاي. بيس.